جهاز ديوان حقوق الإنسان جهود مشتركة ومتواصلة، ومؤخرا التقينا في رئيس ديوان حقوق الإنسان وهو أخ زميل وسفير سابق في وزارة الخارجية، وبالتالي لدينا تنسيق وسيكون لدينا تنسيق أكبر إن شاء الله في المستقبل فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان وفيما يتعلق بسجل الكويت الناصح بشأن حقوق الإنسان. ونحن متفائلين في وجود هذا الديوان حقوق الإنسان، ونعتقد بأن آن الأوان بالفعل أن يتصدى هذا الديوان لمسؤولياته بما يتعلق بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في دولة الكويت. وأعتقد أن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح فيما يتعلق بالعلاقة التركية السعودية، وأكد صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان أنه طالما أن هناك قيادة بالسعودية لخادم الحرمين الشريفين وقيادة في تركيا للرئيس أردوغان، فلن يكون هناك انشقاق ولن يكون هناك تباعد، وسيكون هناك تفاهم تام بين الشعب.